وانا نطلع على الريزلت ديالي، ولكن نتوما استثمركم باش ما نكونش عندي لا شكون نربح نرتاح. صافي تفاهمنا. اوكي لا خليك تما خليك تما صافي صافي خاصني بس كريسبي شوف فيا لا طلع ما بقاش مع السر لا تطلع كل شيء يرجع للنور ارى المدري بالي بالي مال لا قاعد ادري قاعد في الماء كريسبي اطلق ما بقاش مع السر اطلق 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 صافي كل شيء يرجع للوقت ريسكي شوف الكاميرا سير، أنا شو سير؟ أنا ما أعرف. شو 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 ش
خويا الشيرو مبروك عليك خويا كورطاطا ولد سلا تحياتي لكم مبروك عليكم مرحبا بكم تحيا الناس الناس ديال الغرب كامل مرحبا بي ولاد القناطره تحيا لكم هاد الدراري وناس من هاد الشقيه تاعكم مرحبا بكم تسلا مرحبا اي غربه ولد سلا الرجال تحياتي السلام عليكم الخوت واحد الكلمه في حق هذا الرجل هذا تحيه الناس ديال سيدي حيا تحيه الناس ديال الغرب كاملين ونطرح حتى الاخر ديال الغرب تحياتي لكم تحيه السلاوي نفاسه هذا الرجل هذا عنده مسيره موفقه اقسم بالله العظيم ليس ليه كنت كنتمنى له مسيره موفقه في الدور ديالو انا لعبت معاه وعرفت شنو تيسوى اخلاق ديالو كرياده نعم الرجال وكنتمنى ربي يسهل عليه ويوصلو فيما بغى تحياتي للناس ديال الغرب كاملين ومرحبا بكم في السله تحياتي اخر كلمه كنتمنى خويا الله التوفيق ان شاء الله من الصعبه الجايه وتحياتي للاسم غير استفتاح وان شاء الله بروتوم جالاكسي هادي الخوت هادي الخوت شي كومبا شكون اللي نحبوا الان هذا واحد الميساج بغينا نوصلوه للناس شحال لنا واحد الباب علاش كاين ابطال في المغرب باغيين يبانوا باغيين يلعب كاينه هذا الشيء اللي كنتمنوا من هذا هذا عام يصح ان شاء الله غادي يكون كلشي ان شاء الله نتمنى شي واحد يشوف الابطال ديال المغرب تحيات خويا كورطاط بالنسبه للماتش ديال فاس لعبتو شنو فاس الروتور هذا كنلعبوه في فاس ان شاء الله ان شاء الله الروتور في فاس كنلعبو في جالاكسي كنا نلعبو فيه هو اصلا كنا نلعبو فيه وكنضربو شي فهمتي دابا تاجلنا قلنا نلعبو بعدا حيت خرجنا الجمهور ديالنا خرجنا له فيديو قلنا نهار 12 نلعبو دابا ان شاء الله كاين الروتور في فاس نلعبو ان شاء الله ربما دابا فاس في حلبة كبيرة شي يقول ما غايكونش شي اللي يشدني شد غايلقى بنادم فيها حاجة كبيرة دابا الحلبة صغيرة قوة بنادم بزاف كيشد لها وانا نشوفو شي لاعب زوين وانا نشوفو اللاعب الضرب بلا هادي لا زال خبير كيبحال كيبحال الساندون كورت انا اول قوم بغيت نشوفو سبارينغ لي هو مستوى فهمتيني دابا المستقيم كيكون في بحال هكا حيت هادي الشيء اللي كان خاصو يخاف يلاه بدا في الفراجة ماشي مشكل واش المستقيم وصل فيه عصا ماشي مشكل تبارك الله عليكم اخوتي خويا محسن تبارك الله عليك المخرج ديالنا المخرج العالمي خيس كيف جاك الماتش ديال المباراة ديالكم الشبكة بوحدة ما عنده فين يخرج من ديال الحلبة يقدر يخرج راسه يقدر يخرج يده ولكن ملي كيوصل مستيرو كامل خرج تحب دخل ضربات كيحبس وتيرجعهم على الوضعية اللي كانوا فيها وسط الحلبة وكيكملوا فهمتيني هذه الوضعية ما كانش كيفاش غادي ترجعهم باقي ما خرجش يلاه راسي هو خرج انتوما كتبان لكم برا راه خارج كامل انا من الداخل انا نشوف التريتوار ديالي كنشوف مرحبا تحياتي للناس ديال القناطرة والله يحفظكم اخوتي معكم مالك الفكرة تقول سلا قطع قطع ساعة صغيرة
شحال من خطره غيبنا شحال من خطره غيبنا هذه الحاله ديال الخلق ماشي اللي تغير العالميه كان كيخسرني محسن قلت لك من الاولي.